تعال سلام حمزه، سلام على عمرو. مساء الخير متابعي موقع مباشر من مصر في كل مكان، من محافظة الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط. ما زال مسلسل العقارات المائلة والعقارات الصادر لها قرارات ازالة وهدم وترميم حتى الان في محافظة الاسكندرية، حيث شهدت منطقة المنشية بوسط الاسكندرية انهيار. يعني عقار مكون من خمس طوابق في شارع النصر بالتحديدا في حارة أبو هيف يعني منشية، وأدى إلى مسرع يعني سيدة عمرها 85 عام. والغريب أن السيدة دي ما كانتش ساكنة في العقار نفسه، لا دي كانت ساكنة في العقار المجاور للعقار المنهار. طبعا احنا معانا احد شهود العيان، عم رجب هيحكي لنا عن التفاصيل الكامله للواقعه، هو العماره اللي ساكن فيها مقابله للعقار اللي وقع، وطبعا كانت يعني حاله من الفزع والرعب اللي شافه في انهيار العقار. ازيك يا عم رجب؟ اهلا وسهلا حضرتك. ممكن تحكي لنا كده التفاصيل الواقعه اللي حصلت؟ انت حضرتك البيت بتاعك مجاور للعقار اللي وقع، فتكلمنا عن التفاصيل الواقعه. بالظبط حضرتك، البيت دوت جاي له امر ازاله من 2016، تمام؟ وقع نصه وماتت سيده فيه، بس فضل متعلق البيت دوت لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. ايه اللي حصل بقى يا عم؟ اللي حصل امبارح بالليل، انا طبعا جيت من الشغل، دخلت عادي زي اي مواطن، غيرت هدومي وقفت في البلكونه شويه، الساعه 2 بالظبط لقيت البيت بيطقطق، فبقول لزوجتي، كانت واقفه جنب مني في البلكونه، بقول لزوجتي البيت تقريبا هيقع تاني، فقلت له اه انا سامعه طقطقه وشايفه حاجات بتنزل منه، ترابه ورجيم بينزل منه، بيسقط منه كده، تمام؟ ما كملتش كلام معاها وبصيت لقيت البيت ترك مره واحده، سقط مره واحده قبل ما اقفل باب البلكونه، حتى نزل لي المنشر بتاع البلكونه بتاعتي كسره. استشهدت فيه سيده عمرها 85 سنه. السيده دي كانت ساكنه في العقار ولا لا؟ في العقار، في العقار المجاور ليه، يعني العقار اللي احنا العقار المجاور ليه اللي على يمينه على طول. سقط سقف، والسقف الثاني يعني سقفين نزلوا عليها، اتوفت في الحال عمرها 85 سنه، وانقذوا شاب عمره 47 سنه، يعني مصاب. العقار خلف سيدة يتوفت وعمرها 85، حضرتك بتقول ان هي يعني جدة يعني. ايوه جدة، جدة. قول لي العقار ده يعني هو اصلا هل كان فيه سكان؟ يعني فيه سكان؟ هو اصلا فيه سكان؟ العقار ده كان فيه سكان، كان فيه تقريبا ست اسر. كان فيه ست اسر، منهم واحدة اتوفت في اول وقعة، في اول سقوطه من 2016. يعني في 2016 وقع وفي واحده اتوفت فيه. بالظبط بالظبط. يعني دي مش اول مره، مش اول مره. يعني دوت البيت الاساسي اول مره يقع فيه اتوفت فيه واحده من 2016. من 2016. ولما وقع تاني ده امبارح، لما وقع البيت اللي جنب منه، البيت اللي جنبه اتوفت برضو واحده 85 سنه. يعني البيت زي ما انت بتتكلم ان البيت ده مش اول مره يقع. طب هل سكان والبقيه السكان سابوه ده ولا سابوه عزلوا ده؟ قعدوا من بعد ما سابوه قعدوا في اجار حديث. بخصوص بقى، هل في حد من الحي جه او يعني حاول ان هو يشيل بقيه يعني من وقت ما وقع المره اللي فاتت لحد دلوقتي؟ من وقت ما وقع المره اللي فاتت حضرتك جم بتوع الحي وجم ناس مسؤولين كتير، بصوا وعملوا معاينات ومشوا، يجوا يبصوا ويعملوا معاينه ويمشوا، لكن ما فيش جديد، ما بيتمش حاجه. احنا عايزين البيت يتزال من 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 جدره. انت حتى احنا واقفين، انت قلت لي ان الجزء اللي بص حضرتك ده جزء، ده كان سقف بطن كامل. لما وقع امبارح بالليل وقع نصه، والنص التاني متعلق على الحديد. متعلق، شايفين متعلق على الحديد، يعني ده يعني شويه هوا جامدين هيوقعوه، يعني حاجه صعبه جدا جدا، حاجة صعبه جدا. يعني الحاله اللي انتوا كنتوا عشتوها بقى امبارح،
انا 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 وعيالي واسرتي وجيراني عشنا في حاله رعب امبارح. انا الركام دخل لي الاوضه، يعني انا في البلكونه بتاعتي اتملت ركام. ده البيت بتاع عم رجب المقابل للبيت اللي وقع اللي هو الانهار من يعني 5 ادوار. يعني انت كنت شايف كل حاجه، كنت شايف الواقع من اول ما بدا يقع. من اول ما بدا يقع شفته حته هو بيقع حته. كنت بتفرج عليه يعني رعب. انا لو مش خايف على عيالي كنت صورته وهو بيقع، بس انا طبعا خايف على عيالي. انا عندي سنتين وعندي سنه واربع سنين وسنه ونص، فطبعا انا عيالي اهم حاجه. فاللي اتدريت، انا اتدريت في برضو البلكونه اتكسرت والمنشر اتكسر. طبعا يعني المكان برضو قريب جدا الناس يعني، والميه وبعدين الميه مقطوعه والنور رايح من امبارح بالليل، النور رايح مش عارفين نقعد. والحمد لله بنحمد ربنا ان هو البيت برضو وقع بالليل، ما وقعش بالنار. لان لان تحت مننا هنا في شركه اسمها شركه السمان، فيها اكتر من 25 عامل شغالين، والعمال ديت بتيجي اخر الليل بتقعد بتخلص شغلها باقي شغلها. يمكن العنايه الالهيه انقذت. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. كانت هتعمل مصيبه. تخيل لما يبقى 25 فرد تحت البيت، واللي يموتوا اللي يحصلوا اصابات وبتاع، كنا هنبقى في كارثه. فربنا برضو الحمد لله ربنا كبير. فبرضو في نفس الوقت استشهدت سيده عمرها 85 سنه، يعني ربنا يرحمها طبعا ويسكنها فسيح جناته. امين يا رب. طبعا انت بتطالبوا هنا ان المكان ده يتشال، يعني احنا بنطالب هنا المكان يتشال والمسؤولين يهتم، المسؤولين تهتم بينا شويه. المسؤولين مش سائله فينا خالص. يعني طبعا يعني شكرا عم رجب. يعني عم رجب كان عايش اللحظه، عايش لحظه رعب وهو معاه اسرته، عياله ومراته قاعدين في امان الله. بصوا لقوا عقار مقاوم 5 طوابق وقع، وده ادى الى وفاه سيده. طبعا ده البيت المجاور اللي السيده اللي كانت تقتنيه وكانت قاعده فيه طبعا توفت، طبعا ربنا يرحمها، وطبعا انقاذ شخص اخر. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت باب العمارة عشان الرجيم اللي يعني احنا حبينا، احنا واحنا طالعين بنحاول نجيب لكم الصوره. احنا واحنا طالعين نطلع نتكلم مع عم رجب، الباب البيت او باب المنزل بتاعه مسدود من الركاب بتاع العقار المنهار. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت الاهالي هنا المتواجدين في المكان اللي حصل فيه الحادثة. جميع الاجهزة التنفيذية والحي بسرعة يعني ازالة ما تبقى من العقار. يعني العقار وقع مرتين، مرة في 2016 وادى الى وفاة سيدة، ووقع تاني في 2024 وادى الى وفاة سيدة. يعني ايه تاني بعد كده؟ يعني مفيش حاجه تانية. وزي ما انتم شايفين ان السقف معلق، ممكن يؤدي الى او يعني يؤدي الى اصابه ارواح كتير جدا. واحنا بنحاول ان احنا نوضح لكم الصوره كامله من امام العقار المنهار. يعني احنا بنحاول يعني دايما نتكلم عن العقارات المنهارة اللي بتشهدها محافظة الإسكندرية. وده يعني للأسف خلال السنوات الماضية ويمكن الشهور الماضية شهدت الإسكندرية العديد والعديد من انهيار العقارات اللي خلفت العديد من المصابين والوفيات. وكان آخرهم يمكن امبارح كان في منطقة بحري بالإسكندرية، كان في برضو عقار برضو وقع، ومن قبلها كان عقار كرموز، ومن قبلها كان عقار كوم الشقافة. يعني يمكن عقارات كتيرة، ومن قبلها طبعا السنة اللي فاتت كان في العقار بتاع خليل حمادة المكون من 13 دور واللي أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة الكثيرين. يعني إحنا بنحاول نرصد لكم لحظة بلحظة في العقارات المنهارة. طبعا شكرا كل متابعي مباشر من مصر من الأسكندرية، يعني تابعونا أول بأول عن كل الأحداث داخل عروس البحر الأبيض المتوسط. شكرا على المتابعة، ودمتم بخير وصحة دائمة.